السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي وأحبابي مشاهدي ومشتركي ومتابعي قناة دكتورات محمد عبده على الحب دائما. نلتقي بفضل الله تعالى لقاء جديد وديكور جديد بيطلب كتير. يلا بينا نشوف إيه الأدوات وإيه الخامات وهنشتغل إزاي النهاردة. يلا بينا يا شباب نبدأ على بركة الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكالعادة بفكر حضراتكم لايك أسفل الفيديو، وكمان لو حضرتك أول مرة تزورنا في القناة يسعدني اشتراك حضرتك في القناة. شباب الديكور اليوم بيطلب كتير جدا، وانا عايزك بقى كنقاش كرسام كشخص مبتدئ هاوي اي انسان عادي دكتور مهندس اي حد عايز يشتغل الديكور ده في بيته يشتغل ازاي. طبعا مساحة الجنب قدامك بتكون واخدة اللون الفاتح او درجة البيج الفاتح او بنسميه في مصر درجة سكري. المهم انت تقدر تشتغل ده باي درجات، لكن احنا بنشتغل ده النهاردة مع الشقة لو مش شطبة الوان كافيهات. لو انت بتشتغل في الوان يعني اقصد كافيهات الالوان البنيات يعني. طب انا لو انا شغال في شقة فيها الوان ازرق وكده ممكن تشتغل بدرجة الازرق مع السماوي او الرصاصي او الدخاني. يعني حضرتك الدرجات مش هي المشكلة خالص، لكن انت هتوظف درجات الالوان حسب الشقة والتشطيبات اللي موجودة عندك، لانك انت بتلتزم بديكورات مثلا الجبس والنقاشه في الاسقف في كده، فانت بتلتزم بدرجات الوان معينه يعني. فدرجات الالوان مش هي القصه يعني. القصه دلوقتي ازاي ابدا اشتغل الديكور بتاعي. هبدا اخد مثلث قدام حضراتكم كده. طبعا اللون الغامق هنا انا شغال على ورنيش مائي. خلي بالكم يا شباب ورنيش مائي، واعطيته حبه اصفر جملي، ودي شفتها انتوا في اول الفيديو لون اصفر جملي مركز من العلبه على طول، بحطه على حبه ورنيش وبدات احدد مثلث كبير ومثلث من جوه المثلث اهو. هي الفكره هنا يا شباب بقى، الفكره هنا في ايه؟ ان انا احدد مثلث كبير واحدد بعد كده مثلث تاني اصغر من جوه المثلث الكبير، وابدا اظلل المثلث اللي تحت تظليل خفيف او درجة اغمق سنة. طب الدرجة الاغمق هتيجي هنا يا فنان ازاي وانا بلون بنفس اللون؟ اتعودنا قبل كده لما اتكلمنا على الالوان على ورنيش مائي ان انا بيبقى عامل زي الدوكو بالظبط، كل ما تزيد وش والتاني يديك درجة اغمق، كل ما تروح وتيجي كده بالمسدس في نفس المكان الدرجة تغمق معاك، بس بتغمق ايه درجة او درجتين يعني. فاحنا هنا الدرجات بتاعتنا مش عشان اغمقها هحتاج الاسود ابدا، مش هشتغل بالاسود خالص على اساس الديكور يظهر معاك راقي جدا ودرجاته قريبه من بعضها قوي. بدات يظهر المثلث قدام حضرتك اللي تحت اهو اغمق شويه، والمثلث اللي على الجنب هناك اللي على اليمين فوق ظهر اهو. هنا هعمل حركه حلوه قوي وكمان مهمه جدا، هي ايه؟ ان انا اشيل التيب بقى ده اللي هو كنت محدد بيه المثلث الكبير وابدا ادخله جوه الرسمه بتاعتي جوه المجسم اهو علشان هشتغل من براه. وبدأت أكمل مثلث كبير تاني من بره. تعالى بقى للمثلث، شوف الحتة دي مهمة أوي أوي كمان مرة. شفت أنا شاورت بصباعي فين؟ أنا بشاور على نقطة وهمية كده في مكان معين، وأبدأ أشد تيب شريط لاصق لحد عندها، ومن عندها كده أبدأ أرسم مثلث تاني من جوه المثلث الكبير زي ما اتفقنا في كل مرة. الفكرة إن أنا بحدد مثلث كبير، مثلث كبير ومن جواه مثلث اصغر، والقاعده بتاعته اللي هي مش معرضه للضوء قوي بتبقى غامقه قوي، والوجه التاني بيكون فاتح سنه عن القاعده. وطبعا انا هشتغل في الفيديو النهارده اكتر من مثلث قدامكم، بس هسرع الفيديو بقى خلاص علشان ننطلق كلنا مع بعض ونشوف الرسمه ماشيه ازاي بنفس الخطوات. وحضرتك ليك عينين باصص معايا، ركز معايا، وعند اي حاجة عايز تسأل عنها معاك في التعليقات. طبعا انا بقرأ كل التعليقات وبرد عليها كالعادة. اهو حطينا نقطة وهم كده بصبعنا وبدأنا نشد مثلث من جوه المثلث، وبدأنا نغمق بنفس اللون اللي في المسدس هو هو لكن بعيد عليه رايح جاي كده، فبيديه درجة اغمق اهو. طيب وطبعا زي ما قلت لحضراتكم لو فهمنا فكرة مثلث واحد او قطعة واحدة خلاص بقت سهلة خالص. ادي المثلث الكبير اهو، وحددنا نقطه في النص كده على مساحه مسافه معينه، وبدانا نشد ادي ضلع وادي الضلع الثاني كده. انا عملت مثلث من جوه المثلث بدرجه اغمق شويه، وهبدا اغمق القاعده بتاعتي اهي.
طيب ده وجهه، ده وجه من الهرم بتاعي ده، لان ده مجسم هرمي، ده وجهه. الوجه التاني يجي فين؟ بص انا هنقل ايدي فين؟ اهو نقلت علشان اجيب المثلث اللي على اليمين هنا، بس هجيبه بالدرجه الغامقه بس تخبيره خفيفه بقى، تخبيره على خفيف كده، بروح على مفيش وابدا ارفع التيب، ظهر لي ثلاث قطع مثلثات عاملين شكل هرم. وبرضو المثلث الكبير هنا اقسمه بنفس الطريقه، اخد مثلث جوه مثلث، اهو واضح قوي، واضح قوي قدامك مثلث جوه مثلث دي. وبالدرجه الاغمق كده خدت القاعده، واشيل التيب، اشد من عند الراس دي يعني للراس اللي فوق بتاع المثلث، وادي تكبيره بقى على خفيف على ما فيش، اهي حاجه بسيطه قوي على ما فيش كده. طيب هنختصر بقى مع بعض الـ 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 الخطوات دي كلها، لان انا كده كده مسرع الفيديو علشان انت ما تحتاجش انك تسرع الفيديو خالص، انا مسرع لك الفيديو. لو انا عايز اشغل الديكور ده بالوان تانية بدرجة الازرق مثلا مع الرصاصي او الدخاني او درجات الازرق، الحقيقة الفيديو موجود على قناة اخويا وحبيبي الفنان احمد صبحي، يعني تقدروا حضراتكم في البحث كده تبحث عن الفنان احمد صبحي وتلاقي، وهتدور في الفيديوهات المحملة عنده هتلاقي نفس الديكور ده بشرحه هو، بطريقته هو، بشغله هو، بس بالوان تانية. فانت كده يبقى انت معاك اكتر من درجة لون، يعني حبيت تشتغل باللون ده ماشي، حبيت تشتغل باللون الازرق ماشي. فادي مثلث كبير، انا بدأت دلوقتي اشتغل في المساحات الفاتحة، فهبدأ اشتغل بدرجات فاتحة قوي عن اللي انا كنت شغال بيها من شويه. ركز معايا، والمثلث اللي انا سايبه ابيض ده مش هسيبه، او على اللون الفاتح قوي ده مش هسيبه على اللون الفاتح كده. ليه؟ هديله تغبيره خفيفه كده علشان يتمزج مع بقيه الالوان اللي في اللوحه. بصراحه الجنب انتشر واشتهر قوي. طب ما انا بتكلفه اقل وبالوان بسيطه وبتكلفه اقل اقدر انفذ ده، وابقى انا وفرت وعطيت لمسه عاليه وحاجة جميلة يعني، وهتشوف النتيجة حضرتك في الآخر، نتيجة جميلة جدا إن شاء الله، مرضية قوي يعني. وزي ما بقول لحضراتكم كالعادة، يا ريت نحط لايك أسفل الفيديو. شوف بقى هنا التغبيرة الخفيفة دي على ما فيش، حاجة بسيطة قوي، تديني المثلث التاني المقابل والتالت كده كده بيكمل معاك، يعني أنت بتلون مثلثين، مثلث غامق ومثلث فاتح سنة عنه، والمثلث التالت اللي هو فاتح خالص. هنا بقى الحركه اللي انا قلت لك عليها، هدي تغبيره فاتحه قوي خفيفه على المساحات البيضاء او الفاتحه قوي عشان يبقى كله ميه واحده. اهم بقى حاجه الملح في الطعام، وصلنا بقى اللي هيظهر لك الثري دي بتاعك، الابيض هنا الابيض يا شباب. انا مش بشتغل كده وخلاص، لا انا هجعل الحواف بتاعتي قوي وادي لسعه ابيض زي ما حضراتكم شفتوها اهو، واسرع الفيديو كده ونشوف النتيجه، تشوف بقى اللوحه بدات ايه، الرسمه بتاعتك كلها بدات تنور كده وبدا يظهر فيها الثري دي، حاجه جميله جدا. شباب بعد اذنكم لايك اسفل الفيديو، واجب عليكم طبعا، علشان زي ما احنا بنتعب علشان نقدم لكم حاجه كويسه، فانت كمان شجع كل ما هو جيد على اليوتيوب. وبالمناسبه كل الفيديوهات اللي موجوده، كل الاعلانات اللي موجوده على الفيديو، كل الاعلانات باكد على الحته دي مهمه جدا، كل الاعلانات اللي موجوده على الفيديو اعلانات قابله للتخطي، لو لقيت اعلان غير لائق او يعني في شيء مخالف للشريعه الاسلاميه، بعد اذنك اعمل تخطي، بعد اذنك اعمل تخطي للفيديو، يعني هو بيبقى فيه ثانيه او ثانيتين تقدر تبعد وشك بعيد عن الكاميرا خالص، عن التليفون خالص، وتكمل الفيديو معايا، ويبقى كده يعني ايه تجنبنا اي شبهه من ناحيه الاعلانات. وطبعا الايام دي الاعلانات كلها رقص وكلام فاضي، فاحنا ايه عايزين نبعد عن الكلام ده خالص. المهم يا شباب، وش ورنيش شحم بالرولة، ورنيش مائي، رجعنا بعد 5 دقايق، الجنب بتاعنا بالسلامة كده تمام 100 100. ما تنساش لايك اسفل الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، اخوكم محمد عبده من جمهورية مصر العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.